مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفية كتابة حرف الدال في أول كلمة ووسطها وآخرها. نبدأ بحرف الدال في أول كلمة. حرف الدال في أول كلمة كيكون بحال هكا. حرف الدال في أول كلمة كيتكتب بهذه الطريقة. وخصنا نعرفوا أن الدال في أول كلمة ما عمرو كيكون متصل بالحرف اللي بعد منه. الآن غادي نتعرفوا على كلمة فيها الدال في الأول. دراجة. حرف الدال هنا جا في أول كلمة منفصل على الراء. قرأوا معايا. دراجة. يلا كتبوا معايا. دراجة. الآن حرف الدال في وسط الكلمة. حرف الدال في وسط الكلمة كيكون إما بحال هكا أو بحال هكا. وخصنا نعرفوا أن الدال في وسط الكلمة عمره كيكون متصل بالحرف اللي بعد منه. نبدأ بحرف الدال من اللي كيكون متصل بالحرف اللي قبل منه ومنفصل على الحرف بعد منه. من اللي كيكون حرف الدال في وسط الكلمة متصل بحرف قبل منه ومنفصل على الحرف اللي بعد منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا هنتعرفوا على كلمة فيها حرف الدال في الوسط ومتصل بحرف قبل منه. مدرسة. حرف الدال هنا جا في وسط الكلمة ومتصل بحرف قبل منه اللي هو الميم. قرأوا معايا. مدرسة. يلا كتبوا معايا. مدرسة. دابا نشوفوا كيفاش كيتكتب حرف الدال من اللي كيكون منفصل على الحرف اللي قبل منه. من اللي كيكون حرف الدال في وسط الكلمة منفصل على الحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا هنتعرفوا على كلمة فيها حرف الدال في وسط الكلمة ومنفصل على الحرف اللي قبل منه واللي بعد منه. نادل. حرف الدال هنا جا في وسط الكلمة منفصل على الألف وعلى اللام. قرأوا معايا. نادل. يلا اكتبوا معايا. نادل. الآن حرف الدال في آخر الكلمة. حرف الدال في آخر الكلمة حتى هو كيكون إما بحال هكا أو بحال هكا.
وخصنا نعرفوا أن الدال في آخر الكلمة عمرك يكون متصل بالحرف اللي بعد منه. نبدأ بحرف الدال من اللي كيكون متصل بالحرف اللي قبل منه. من اللي كيكون حرف الدال في آخر الكلمة متصل بالحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا هنتعرفوا على كلمة فيها الدال في الآخر ومتصل بحرف قبل منه. فهد. حرف الدال هنا جا في آخر الكلمة ومتصل بحرف الهاء. قرأوا معايا. فهد. يلا كتبوا معايا. فهد. دابا نشوفوا كيفاش كيتكتب حرف الدال ملي كيكون منفصل على الحرف اللي قبل منه. ملي كيكون حرف الدال في آخر الكلمة منفصل على الحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا هنتعرفوا على كلمة فيها الدال في الآخر ومنفصلة للحرف اللي قبل منه. قرض. الدال في آخر الكلمة جا منفصلة للراء اللي قبل منه. قرأوا معايا. قرض. يلا كتبوا معايا. قرض. الآن نقوم بتذكير الحرف الدال حسب الموقع ديالو في الكلمة. حرف الدال في أول كلمة كيجي دائما منفصل للحرف اللي بعد منه وكيتكتب بحال هكا. بحال في كلمة دراجة. حرف الدال في وسط الكلمة كيكون إما متصل بحرف قبل منه بحال في كلمة مدرسة، وإما منفصل على الحرف اللي قبل منه بحال في كلمة نادل. حرف الدال في آخر الكلمة كيكون إما متصل بحرف قبل منه بحال في كلمة فهد، وإما منفصل على الحرف اللي قبل منه بحال في كلمة قرد، وعمره ما كيكون متصل بحرف بعد منه. مراجعة. لاحظوا معايا كلمة دجاجة. فينا هو شكل حرف الدال المناسب اللي استعملنا فيها؟ نعم حسن جدا. دجاجة حرف الدال كاين في أول كلمة وهو منفصل على الحرف اللي بعد منه. لاحظوا معايا كلمة منطاد. فينا هو شكل حرف الدال المناسب اللي استعملنا فيها؟ نعم حسن جدا. منطاد حرف الدال كاين في آخر الكلمة وهو منفصل على الحرف اللي قبل منه. لاحظوا معايا كلمة جدار. فينا هو شكل حرف الدال المناسب اللي استعملنا فيها؟ نعم حسن جدا. جدار حرف الدال كاين في وسط الكلمة وهو متصل بالحرف اللي قبل منه. وما تنساوش أن الدال عمره ما كيكون متصل بالحرف اللي بعد منه فاش كيكون في أول كلمة أو في آخرها.